كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، جاء الوحي وبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا هي سنين قليلة، وإذا بأتباع محمد صلى الله عليه يخرجون من أرض الجزيرة يحملون هذا النور للعالمين، ويتمون رسالة الإسلام حتى وصل إلى هذا البلد عقبة بن أبي نافع، عقبة بن نافع البهري رضي الله تعالى عنه. فلما وصل إلى مدينة أو إلى تونس إلى إفريقيا أراد أن يبني أول مسجد يعبد فيه الله تعالى. خرج رضي الله تعالى عنه وقد أم 17 من أصحاب النبي، وصرخ في تلك البراري يقول مخاطبا الوحوش والهوام: هؤلاء أصحاب محمد، نصرهم الله بهذه الرسالة وأعزهم بهذا الدين، نريد إن شاء الله أن نقيم أول مسجد يسجد فيه لله، فعليكم أن تخلوا السبيل لأصحاب النبي. وإذا بهذه الوحوش والهوام لما أطاع أصحاب النبي ربهم طوع لهم حتى الوحوش، فإذا بها تخرج من جحورها حاملة أولادها مخلية المكان لمن أرسل لكي يشيع نور الإسلام بين الناس. وإذا بالإسلام ينساع في الأرض، وإذا بالمولى يعزنا، وإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج من المدينة لكي يتسلم مفاتيح بيت المقدس. وهناك حينما قال سفر نيوس: ائتوني الآن بأمراء أجناد الأرض في الشام لكي أنظر، فإن وجدت من توجد فيه تلك الصفات التي قرأناها في الكتب السماوية فهو أولى بأخذ مفتاح بيت المقدس. لكن لما رأوا هؤلاء شرحبيل بن حسنة ثم سفيان معاوية ثم عمرو بن العاص ثم أميرهم أبو عبيد عامر بن الجراح فلم يروا تلك الصفات فبعثوا لعمر. وهنالك حينما وصل رضي الله تعالى عنه رأوه هو يجر الدابة والخادم يركبها وقد خاض في الوحل رضي الله عنه، وجعل حذاءه تحت عضيه. فلما رآه أمراء الأجناد قالوا: إن صورتك هذه يمكن أن تسيء إلى مقام الإمارة والخلافة، هيا خذ هذا البرغوث وهذا الكساء الجديد. فنظر عمر إليهم فقال كلمته المشهورة: كنا أذلة في الجاهلية فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. إن هذه المراكب ترنو إليها أعين من لا خلاق لهم. هكذا رفع الله الأمة بالإسلام، وفتح القدس بالإسلام، ورفعت كلمة الله بالإسلام. ومهما اقتربنا بديننا وتبدلناه سلوكا في حياتنا، كلما أكرمنا الله بالعزة والتمكين، وكلما ابتعدنا عنه عبر تاريخنا إلا أصابنا الهوان والذل. وفعلا جاء من بعد هذا الخير شر، كما ورد في حديث الترمذي عن أمين سر رسول الله حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلنا: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فآتانا الله بهذا الخير، فهل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، والشر تعرفون: الفتنة التي أودت بقتل عمر وقتل عثمان وقتل علي وظهور الخوارج والشيعة وتفرق وتمزق الصف الإسلامي الذي أوقف الدعوة ظهرا من الزمان، حتى جمعها الله على يد الحسن بن علي لما تنازل في عام الجماعة، فجمعت الأمة على يد معاوية بن أبي سفيان. ثم هل من بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: وما دخلوا؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال: هل من بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم. الله، الأسوات والنماذج التي يراد أن تجعل في سماء القدوة لشبابنا. الله، قال: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. قال: ألا إنهم من أبناء جدتنا عرب،
ويتكلمون بألسنتها. من أجلبهم لدعواتهم قذفوهم في النار. الله قال يا رسول الله أرأيت لو أدركني هذا الزمان حيث صعود الشر وصعود قدوات الشر. قال زم أمير المؤمنين أيزم الجماعة وأميرهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا أمير قال تعتزل كل تلك الجماعات ولو أن تعط على أصل الشجرة حتى يأتيك وعد الله. هذا هو الشر الذي نزل بالأمة لما ابتعد الناس عن الإسلام. ابتعدوا عنها التزاما وإنما ابتعدوا عنها التزاما لجهلهم بالدين حتى أصبح الدين غريبا يشكو الغربة بين المسلمين. وإنما جهل الناس بالدين حتى أصبح غريبا لأن شباب الأمة تركت الدعوة إلى الله. وإذا تركت الأمة الدعوة إلى الله صار هذا الدين غريبا. وطوبى للغرباء. وإذا تركنا الدعوة ظهر الفساد في الأرض. يقول تعالى ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فساد عقدي، فساد أخلاقي، فساد إداري، فساد سياسي، فساد في التوزيع، فساد في العدالة، فساد في كل ملاحي الحياة. إنها الفساد الذي ذكر في أحاديث رسول الله عند ظهور الشر. روى الإمام الترمذي عن سيدنا علي بن أبي طالب قال 15 قسمة إذا ظهرت فيكم فانتظروا مسخا أو خسفا أو ريحا حمراء واسمعوا كأنه يشخص حياتنا. أما الأولى إذا كان المغنم دولا. تعرف اسمه المغنم دولا أي أن خيرات الأمة في البحر وفي البر وفي الجو أصبحت تتداول فقط بين من يملك كل شيء المحظوظون. وإذا بالعامة عامة الأمة عياذا بالله لا يصلها إلا الفتان. أناس عياذا بالله يتميزون في هذا الوطن بامتلاك كل شيء. مقالع الرمال، مقالع الصيد في أعالي البحار، الاستبناك، كل هذه أصبحت دولة أي أصبحت تتداول فقط بين من يملك لصمت شعب. وإذا ثم الثانية قال وأصبحت الأمانة مغنما. الأمانة هي المسؤولية وأصبحت إنما توزع بناء على الانتهازية. هذا بيعيش ديالي، هذا ديالنا، هذا بتاعنا، هذا قريبنا. وأصبح يقرب والعياذ بالله هؤلاء ويعطون المسؤوليات ليس بناء على الطاقات الفكرية التي يحملونها والمؤهلات التي تؤهلهم إنما أصبحت تعطى بناء على الزبونية. فكثر التملص والنفاق والتزلف طمعا في هذه الدنيا الثانية. وأصبحت الزكاة مغرما. الزكاة لا يخرجونها الناس طيبة بها أنفسهم إنما يخرجونها والعياذ كأنها دين ثقيلا. وليتهم يخرجونها ويعطونها لمن يستحقها، يعطونها تسلفا لأصحاب الوظائف. حتى الزكاة التي نتعبد بها الله أصبحت تعطى عياذا بالله لرؤساء كثير من المسؤوليات تسلفا ولقضاء الحاجات. ثم والعياذ بالله هذا الفساد على المستوى القمة على مستوى المجتمع. وعق الرجل أمه العقوق الله وأطاع زوجته عياذا بالله ولا زال يطيع الزوجة في المعصية حتى تكبه في النار. وبر صديقه وجفى أباه وارتفع أصوات الفسقة في المساجد. وأكرم الرجل مخافة شره الله الله الله. وصار زعيم القوم أرذاله وشربت الخمور ولبس الحرير وظهرت القيلات المغنيات وظهرت المعازف ولعن آخر الأمة أولها. فإن فعلت هذه الخصال 15 فلينتظر إما مسخا كما مسخ اليهود قردة وخنازير. وتحدث العلماء عن أي نوع من المسخ إن كان ماديا حقيقيا أم معنويا. وفي كلتا الحالتين هنالك مسخ والأقرب أن يكون مسخا معنويا لأن القرد لا يغار على عرضه. فإذا تحولت أمة محمد لا تغار على الأرض فقد مسخت كما مسخت القرد. أصبح الإعلان يشيع عنا الفواحش وأصبح